المحاضرة دي ليها قصة لطيفة جدا. أنا كنت قاعد في العيادة زي ما أنتم شايفين، دي حقيقة، دي العيادة بتاعتي بجد. كنت قاعد وإذ فجأة دخل علي اتنين غرابات جدا، دخل اتنين غراب جدا، لقيتهم بقى قالوا لك إيه، إحنا بقالنا نعمل المؤتمر ده بقالنا سنين، كل سنة نعمله ونقول جهاز هضمي وكبد ومناظير وسونار وفاتي ليفر ومايكروبيوت، احنا زهقنا. قلت لهم طب انا هعمل ايه يعني، هعمل لكم يعني، لا لازم نعلم الناس حاجه تانية غير الكلام. طب احنا ما بنعرفش، احنا بنعرف نعمل حاجه تانية؟ بنعرف ما بنعرفش، هنعرف مكرونه بالبشاميل مثلا، هنقول لهم ازاي تعملوا طريقه. فقلنا لا خلاص يا دكتور، يا برعي كان طبعا هو المفكر الاعظم بتاعنا، قلنا له دكتور برعي اقعد جنبي كده، وقعدته جنبي على المكتب، قلت له فكر لنا، قال لي لا انا ما بعرفش افكر جنب حد، انا لازم اقعد على جنب وينام شويه. فقعد على جنب كده واحنا اللي نمنا في الحقيقه، لغايه ما فجاه صحانا وقال وجدتها وجدتها. قال ايه؟ وجدتها وجدتها، ولقينا في نجوم فوق راسه كده. قلنا احنا نعمل ستار ميكر. ايه ستار ميكر ده؟ يعني نعمل ستار كده في بالورق؟ قال لك لا لا احنا نعمل ستار ونعلم الناس يبقوا ستار. قلت لهم اه انت قصدك اللي احنا نعمل بقى التنميه البشريه ونقعد نزعق في الناس ولازم تبقى مش عارف ايه وغمض عينيك واحلم ان عندك مليون دولار بقوه الجذب، ولا كذب؟ ولا كذب؟ قوه الجذب هيبقى عندك مليون دولار. هو في الحقيقه انت هتبقى واحد مغمض عينيك ومضحوك عليك، يعني ما فيش الكلام، فيش حد هيجي له مليون دولار بالكلام. طب امال ايه؟ قال لك لا 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 انت فهمني غلط، احنا هنحط بارامتر للناس ان هي تبقى 10 ستيبس تو بي ستارز. ده كلام شكله حلو كده، عجبني صراحه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني احنا هنشوف البلان اوف يور فيوتشر كارير انترناشونال فيزابيلتي، كلام كبير قوي، ومش عارف الميديا ايه والفيسبوك وبرزنت يور سيلف. قلت لهم ده حلو قوي الكلام ده، طب مين هيقدمه؟ قال لك احنا هنقدمه. دول هيقدموا حاجة بذمتك دول يعرفوا؟ قال لك لا لا ما احنا معانا ثلاثة جاينت ستار، ناس كبار قوي فاهمين، وهنجيبهم يعلمونا ازاي نبقى ستار. عجبتني الفكرة صراحة، قلت حاجة حلوة قوي، نخليها في المؤتمر في الصبح كده بدري ككورس للناس الجميلة اللي زي الأمور ده. حلو؟ قلت لهم أنا هعمل ده، ماشي أنا موافق، بس أنا ليا إيه؟ خالص تصور تاني خالص. التصور بتاعي هو ده، شوفوا تصور مختلف خالص غير اللي انتم متخيلينه. من وجهة نظر اخرى تماما، هاو تو ميك ستار، زي الراجل الجميل ده. انا احكي لكم قصة. انت جاي تحكي لنا قصص هنا؟ جاي نحكي قصص؟ اه عادي، ايه يعني جاي نحكي قصة، وقصة اقرب ما تكون لنفسك، هي قصتك انت، قصة حياتك انت. ايه ده هو انا اعرفك؟ ايوه عارفك، هتشوف دلوقتي. بيقول لك اللي انت قصه حياتك بتبتدي ان انت كان عندك حلم زمان. افتكر معايا لما كان عندك حلم وانت صغير، كان عندك حلم صادق مصدقه جدا، انت كنت مصدقه، كنت مصدقه فعلا، كان حلم جميل، ان الحلم ده انك تبقى نجم في المجتمع ده. كلكم بلا استثناء، واللي هيقول غير كده كاذب أشر. إن هو إيه؟ إن هو في يوم من الأيام حلم إنه يبقى نجم في المجتمع اللي هو فيه. حلمت يا دكتورة؟ أوعي تقولي لا. إنك تكون نجم في هذه الحياة بهذه الأمورة السكرة الصغنطوطة، كنت أنت في يوم بتحلم كده وأنت في يوم بتحلمي كده. رحت لحكيم الزمان، عارف حكيم الزمان؟ قلت له أنا عاوز أكون نجم من نجوم هذه الحياة، أعمل إيه؟ قال لك keep calm, study hard and become a doctor. قعدت مع نفسك كده واخذت القرار في يوم ابيض جميل ان انا هجتهد وابذل مجهود رهيب. مجهود ايه؟ رهيب. قعدت تحلم وتقول انا هبقى نجم ونور الطريق للناس واهديهم للطريق المظبوط بعلمي ومعرفتي. كلام كبير وجميل، كنت انت مصدقه صح؟ احلف، احلف بصوت عالي، والله كنا مصدقين كده. وده كان حلمك ان انت تبقى دي ار دريم، ان انت حالم، حلمك كان كبير قوي وابتديت المشوار.
study hard ليل ونهار ليل ونهار ونهار وليل. عدت سنين وسنين والدنيا تشيلك وتحطك وانت عمال تذاكر وتعيد المذاكرة. دخلت امتحانات غريبة جدا ويقول لك هو ده تحديد المصير. عنق الايه؟ عديتي عنق الزجاجة يا اختي؟ عدينا عنق الزجاجة ونجحتي في الثانوية العامة. فاكرة يوم ما نجحتي؟ كنت حاسة ان انت تمتلك الدنيا بحذافيرها، صح؟ فاكرة اليوم ده؟ لما بابا وماما ودخلت كلية الطب وكان بيمثلك هذه البنوتة الأمورة فرحانة وقعدة. دخلت كلية الطب، طب وبعدين يا أولاد؟ لبسنا البلاطي وبقينا دكاترة وبرضو بنذاكر ونصحى نذاكر وننام نذاكر. شفتوا حاجات غريبة جدا، انتوا لو قلتوها لحد مش في كلية الطب دخلها هيستغرب، ايه اللي انت تتعامل مع جثث ناس ميتة؟ ده ايه الجبروت ده؟ وتقطع فيه ايه ده؟ وتشوف جارات عجيبة وبرضو بتذاكر وتمسك عظم ناس ميتين بجد. انت لو تخيلتها دي حاجة عجيبة قوي، ازاي انت تقدر تعمل كده؟ وشفت اشكال فظيعة، ازاي تقدر تعمل كده؟ متحف وبتاع ويجي لك قرارات عجيبة وبرضو قاعد ايه؟ تذاكر تاني وما بتفهمش حاجة، برضو عادي جدا بس برضو بتذاكر، صح؟ ليلة امتحان البطنة افتكروا الايام العجيبة دي، كان في مواقف عجيبة حصلت ليكم وكان رد فعلكم عجيب جدا، صح؟ ويوم امتحان النتيجة كان برضو مواقف فاصلة في حياة الأمم بالنسبة لكم، بس كنتوا رجالة وقفتوا وقفة رجالة، اتحملتوا كل ده على أمل إنك تخرج من عنق الزجاجة. بينما هم يلهون كنت أنت تصنع، صنعت المجد يا ست هانم، صنعت المجد يا ست هانم، وبقيت دكاترة وتخرجتوا وبقيتوا عظماء ومبسوطين جدا فرحانين بنفسكم وهبطنا في أرض الواقع. اللي خلص سنة ستة ودخل امتياز قعد شهر واتنين ابتدى يهبط لأرض الواقع. شفتوا حاجات أغرب، حاجات ما كنتوش متخيلينها. شفتوا جواز كنت انت متخيل انك هتبقى كده، صح؟ انت متهيالك لا والله هتبقى كده، هو ده الطبيعي. وبرضو واحد قالك لا انت فاكر خلصت مذاكرة؟ ده لسه في ماستر وام دي وام ار سي بي ودبليو سي، في حاجات كتيرة قوي، ده لسه الطريق طويل. شكلك بتنهاجم الطريق الطويل ويطلع لك فيه بلاوي في كل زنقور ايه؟ شبح. يقول لك ده انت لازم تخلصي اللوك بوك، ده انت لازم تخلصي الرساله وحالات الرساله 10 حاله، 1500 حاله في الرساله، ده انت لازم تنشر الرساله عشان تترقي. طبعا ده كان موقفك، كان موقفك ده، انا شفتك وانت. وبعض الناس اتحجزوا في قسم 4 عندنا، ده موقفهم. قعدت مع نفسك، هو انا كنت عايز ابقى كده؟ انت عايز تبقى كده؟ عايز تبقى كده؟ ما ترد. عايز؟ فين الامل بتاع زمان؟ فين امل؟ فين امل؟ امل فين؟ الامل بتاع زمان فين؟ الامل يا اولاد فين؟ الحلم؟ احنا جايين النهارده ننقذ حلم قارب على لفظ انفاسه الاخيره. احنا بنلحق اخر فرصه، الحقوها معايا، لو ما لحقتوهاش قد تضيع الى الابد. احنا بنقول هو الكورس اللي احنا عاملينه ده للناس الصغنططين بس الشباب؟ فواحد يقول لك انا كبير، انا خلاص عدى. مين اللي بيقول عدى؟ مين بتقول عدى؟ حد بيقول عدى الكلام؟ انا وصلت فوق مش عارف كام، حد بيقول الكلام ده؟ ما حدش بيقول. المحاضره دي للي اقل من 60 سنه، 90 سنه. مين اكتر من 90 سنه؟ مين اكتر من 90 سنه؟ مين اكتر من 90 سنه؟ المحاضرة دي ليك انت اينما كنت، راجل ست طويل قصير فوق 90 تحت 90، زملكاوي اهلاوي، ينفع زملكاوي؟ لا اهلاوي بس، الاهلاوية بس. ماشي، انا جاي النهاردة اقول لك ان ما زال هناك امل لتحقيق حلم قارب ان يلفظ انفاسه الاخيرة.
Last chance to save your dream. It is your duty in life to save your dream. دي الحقيقة. أنت مولود وهتعيش شوية وتتكل على الله. أنت عايش في الفترة دي عشان تحقق حاجة عقائدية، عملية، مادية. أنت اللي هتحدد وأنا مالي. وأنا مالي؟ أنا ليا دعوة أقول لك أنت هتتجوزي ولا لأ وأنا مالي. بس أنت اللي تحددي. لازم تحددي أنت عايزة إيه. وتحافظي عليه وتقتلي من أجله. إحنا حاطين 7 ستيبس. تصور قد يكون صح قد يكون خطأ، ولكن هو ده من وجهة نظري هم 7 ستيبس تو سيف يور دريم. الـ7 ستيبس دي عايزين نقول إن هي مبنية على قيم. لازم كلمة القيم من كتر ما استهلكت ضاع معناها. انت لازم يكون لك قيمة، قيمة بتحارب من أجلها، قيمة دينية، أخلاقية، مادية، أنا ماليش علاقة بيها، أنت اللي تحددها، بس يكون في قيمة، في مرجعية عندك. شوفي كل واحد مرجعيته إيه وكافح من أجلها، ويبقى هو ده البيز اللي هنتكلم عليه النهاردة، الأساس اللي هنبني عليه الخطوات بتاعتنا. أول حاجة، ضع هدف واضح لحياتك، واضح، شايفه كده مكتوب وعارف إن هو ده اللي أنت رايح له. اوعي تتخيلي ان مهما كانت السيارة جميلة او السفينة رائعة او الطيارة حديثة انها توصل لوجهتها من غير ما يكون ليها قائد عارف هي رايحة فين. مهما كنت ذكي، مهما كنت شاطر، وانت مش عارف انت رايح فين، مسيرك للتحطم على اول صخرة. نحكي حكاية تاني. عارفين أليس لما راحت وتاهت في الغابة بتاعت اللي هي كانت ماشية فيها، قابلت القطة، قالت لها يا قطة أروح الطريق اليمين ولا الشمال؟ قالت لها امشي شمال، الدنيا حلوة شمال، كل الناس بتمشي شمال. قالت لها لا أمشي يمين ولا شمال؟ قالت لها أنت عايزة تروحي فين؟ قالت لها أنا مش عارفة أروح فين، أنا أي طريق وخلاص. قالت لها لدم أي طريق فمش فارقة، روحي شمال روحي يمين، مسيرك للتوهان، هتتوهي لأنك أنت مش عارفة أنت رايحة في أي اتجاه ورايحة لفين. البوصلة الكامبس مش موجودة. كل يوم الصبح بنصحى بنحقق نقطة من الهدف، خطوة من الهدف، يا دوبك بس نشوف الهدف كفاية قوي، بس لازم كل يوم نحقق جزء منه. النهاردة اتعلمت حاجة جديدة، اتعلمت كلمة جديدة، اتعلمت قريت قصة جديدة حتى، دي بتحقق لك جزء من الثقافة العامة بتاعتك اللي بتحقق لك الهدف. انت نفسك تكون نقط، انا ماليش علاقة، انا مش جاي اقول لك ابقى ايه. لا تسمع كلام المحبطين. طول ما انت ماشي هيقول لك مفيش فايدة، الدنيا صعبة، فين زمان لما كانت الدنيا سهلة، مش عارف دي ايامك ودي ايام ايه الامور كانت، دلوقتي انت مستحيل تبقى حاجة. صحيح مش بيقولوا كده؟ قول له المستحيل تنه مستحيل لغاية ما جه حد حققه، ساعتها ما بقاش مستحيل. هيقول لك أنا دكتور في وحدة صحية عمري ما أتعلم. اسأله هاني، اتعلمت يا هاني ولا لأ؟ اتعلم، لأنه عايز يتعلم. راح هنا وهنا وهنا، كسر الصخر. صحيح، ولازم هو ده الحقيقة، ما فيش الدنيا كده. ابذل أقصى جهدك. إلى الآن يا جماعة ما عملوش حبة سحرية لتحقيق الأمال، ما عملتش لغايه ما تتعمل، مفيش فايده. ترقبوا القوس السحري لما يبقى يطلع، مش هيطلع. لازم تشتغل باستمرار بلا توقف، مفيش حل غير كده. لو كان في حل غير كده كنت قلت لكم عليه، ولو في حل عندكم قولوا لي بعد المحاضره عليه. السعاده مهمه قوي، اللي انت تشتغل بسعاده، تبقى رايح المحاضره وانت سعيد. لازم توطن نفسك، تطوع نفسك انك تبقى سعيد في تحقيق الامل، لانك بتحقق تارجت. كل يوم انت بتعمل خطوة، حتى الفشل هو خطوة اتعلمت منها ومش هتعملها تاني، زي ما الدكتور البرعي قال لك في اول المحاضرة، كانت حاجة ملهمة جدا المحاضرة بتاعته. Your life is a movie. انت حياتك بالظبط فيلم. مين اللي مؤلفه؟ انت. مين اللي مخرجه؟ انت. مين اللي بيتفرج عليه؟ انت. مين اللي بيمثل فيه؟ انت. فلازم تستمتع بيه. يا ريت يبقى لايت كوميدي. طب وهو ازاي؟ ما الحياه مليانه مقاسي، ولا مقاسك انت مقاسي؟ الحياه مليانه مقاسي، بس انا بتطوع نفسي. ما هو لازم وانا رايح اقابل، مش في اشارات مرور توقفك، لازم في مشاكل، مش الكهرباء بتقطع، لازم في مشاكل.
المهم اللي انت تستمتع قدر الامكان بحياتك. تجنب الخطط البديله. اي هات بلان بي. دي كارثه. عارفين طارق ابن زياد لما قالوا ان هو حرق السفن، هو ما حرقهاش ولا حاجه، هو تاخرها في جنب كده عشان ما حدش يشوفها، وقال للجنود بتوعه انا حرقت السفن. ليه؟ عشان ما يحط لهمش خط للرجعه، انتوا هتنتصروا، هتغزو الاندلس، ملهاش حل، لازم هتخشوا، هتوصلوا. طب انت بتحط بلان بي ليه؟ عشان خايف من الفشل. طب ما تفشل يا اخي، افشل مره واثنين وثلاثه وعشره. مفيش نجاح كبير الا ويسبقه فشل اكبر. لازم المعاناه، مفيش نجاح من غير معاناه. تاكد ان النجاح اللي جالك من غير معاناه ده نجاح وقتي غير مستمر. ساعد الاخرين قدر المستطاع. انت انسان، عمرك ما هتحس انك انسان بجد الا لو قدمت يد المساعده لمن حولك. الفلاسفه يا جماعه والمفكرين على مدار العصور كلها اختلفوا في كل شيء، حتى في وجود ربنا سبحانه وتعالى. مش في قال لك في موجود وفي مش، الا حاجه واحده بس، اتفقوا في حاجه واحده بس، ان السعاده تاتي من العطاء. كلام قد يبدو كلام نظري، بس عيش الموقف. انت يوم ما بتدي لحد، تقف جنب حد، وقف جنب اخوك، جنب صديقك، بتحس بسعاده غير مكرره، ملهاش نظير، طعم اخر من السعاده. الكبير يا جماعه، اي كبير في اي مجال هو كبير بمن ساعدهم فاصبحوا كبار. مفيش كبير بيطلع لوحده كده ويقول انا كبير، لازم يبقى حواليه ناس كبار هو ساعدهم عشان يبقوا كبار. طبعا ما عدا الراجل ده. طب انزل انت كبير قوي. النجم الحقيقي هو الذي يضيء الطريق للاخرين. تعامل مع الخوف. مين ما بيخافش هنا يرفع ايده؟ مين ما بيخافش؟ دكتوره دينا تخافيش؟ بخاف طبعا. الخوف اكبر قوه معطله للنجاح، ده صح، ولكن لما راحوا سالوا حكيم الزمان بتاعنا قال لك ما فرق بين الانسان الشجاع والانسان الخائف؟ ايه الفرق؟ قولوا. قال لك الاثنين بيشعروا شعور داخلي بالخوف، بس الشجاع هو اللي بيصنع الفارق. بيعمل ايه؟ مجرد بيعمل الخطوه، بياخد القرار. الشجاعه قرار. انت ما اتولدتيش شجاعه ولا تربيتي عشان تبقي شجاعه، انت بتاخدي قرار انك تبقي شجاعه. انا هاخد الخطوه دي، انا هسافر اكمل تعليمي في المكان الفلاني، هضيع، مفيش فلوس، مش عارف ايه، هضيع كل اللي ورايا، اهلي هبعد عنهم. خد القرار، انت مقتنع بيه، خد القرار، خده، ما تقلقش. الشجاعة زي ما بنقول قرار. تعالوا نلعب لعبة مع بعض، لعبة في لحظة واحدة بس. كله هيعمل معايا كده؟ اعملوا كده. لا كله، حتى الدكتورة دينا، حبيبتي الدكتورة دينا، اعملوا كده واعملوا كده، نعملوا كده، ركزوا. لا عملتوا كده، اقلبوا ايديكوا الشمال فوق واليمين فوق واليمين تحت، بسرعة بسرعة بسرعة. اتلخبطتوا، في تلخبط كتير. ليه؟ انت دخلت في كومفورت زون، انت ارتحت على اللي انت عامله، مش عايز تغير، مش مركز، عايز يا عم انا كنت قاعد ومرتاح، ما بالك بقى ده في لحظه. طب ما بالك لو قعدت يوم كده، طب شهر، طب سنه، تهدى الجراح وتنام وانا لا. افرض 10 سنين. طب واللي قعد 30 سنه قاعد في المركز بتاعه في طب مش عارف ايه وخايف يتغير؟ لا، الكمفورت زون دي هي كارثتنا احنا. بدايه الطريق للنجاح هو ان انت تخرج من الكمفورت زون بتاعك. لازم اي قرار صعب فهو في الغالب هو القرار الحقيقي اللي انت لازم تاخده، لازم تاخد القرار ده عشان تقدر تخرج من الكمفورت زون اللي انت عايش فيها. لا تنسى فضل الاخرين. الفضل لله اولا واخيرا. بس اوعى تقول لي ان في واحد عصامي. يعني ايه عصامي؟ يعني ايه عصام؟ يعني ما كانش ليه اب وام بيعلموه؟ ما كانش ليه واحد صاحبه وقف جنبه في وقت شدته؟ ما كانش ليه واحد علمه لما كان مذيع صغير وقال له قول وما تقولش؟ لازم كان في طبيب وقف جنبك في يوم من الايام، كان في صديق، كان في مدرب. ما فيش حد طلع كده لوحده، لازم كان فيه لا في ايه؟ معاون ليه. فلازم نرد الوقفات دي لاصحاب الفضل. المرضى بالنسبة لنا احنا اصحاب فضل حقيقي،
انت ما اتعلمتش من غيرهم، اوعى تكون فاكر ان انت اتعلمت من الكتاب، انت اتعلمت لما حطيت ايدك على المريض، لما شفت سونار في المريض، لما عملت منظار للمريض، انت اتعلمت بفلوسه، اتعلمت على حسابه، فهو ليه فضل عليك، الكائن الانساني ليه فضل عليك. المكان اللي انت اتعلمت فيه، معهد كذا، القصر العيني، عين شمس، كليه مش عارف، بنها برضه ليه فضل. كل مكان ليه فضل علينا، فلازم نؤدي الدين اللي علينا للاجيال اللي بعدنا، مهما كنت صغير، لو نايب عندك امتياز، لو امتياز عندك طلبه، لو طالب عندك طالب اصغر منك. دي امانه، الامانه اللي انت اتعلمته تعلمه للاخرين. احنا بنقول في هدف، تجنب المحبطين، جهد ثم جهد ثم جهد، بلان بي لا، ساعد قدر المستطاع، الخوف مانيبيوليت، مانيبيوليت الخوف. فضل الله والفضل لاصحابه، وانا شاكر جدا وشاكر لاصحاب الفضل في نجاح المكان ده اللي حضراتكم موجودين. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.